خلينا نبتدي الاول قبل اي حاجه ونقول مبروك 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 الف مبروك للمغرب. بحبكم بالزاف، انتوا رفعتوا راسنا ولكل الوطن العربي كمان، لان فوز المغرب فوز حقيقي لكل الوطن العربي، الفوز اللي اتحقق امبارح على البرتغال اللي هو فوز تاريخي ومهم جدا جدا. ليه؟ الفوز اللي اتحقق امبارح بيخلي المغرب اول فريق عربي وافريقي يتاهل لنصف النهائي في تاريخ كاس العالم. حقيقه الماتش كان حلو قوي والفرحه كانت كبيره قوي، فرحة بعد الماتش كلنا شفناها في العالم كله في كل الدول العربية والأجنبية وعلى السوشيال ميديا، كانت حلوة حقيقي حلوة، ومظاهر الاحتفال كانت في كل الدول في الوطن العربي. مبروك من كل قلبنا لدولة المغرب الشقيق والعالم العربي، المغرب يعني رفعت راسه بأداء جامد جدا متميز جدا. مبروك 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 من كل قلبنا.